الجريمه اخي اللي وقعت وحق انا هجم على هذا الكلوب اللي كيجلسوا فيه يهود مغاربه، فهمتي؟ هذا يهود مغاربه كيتجمعوا فيه، هو كيتسمى كازينو بالحق، هو كلوب في الاصل، فهمتي؟ كيتجمعوا فيه، هو مسمي كازينو، راه تحت بلاي قمروا فيه وكذا، جمع ليهم وقام بهذا العمل الارهابي هذا اللي كتشوف دابا، ادى للقتل. كنتمنى هذا الشيء ما يتكررش في هذه العياده اللي شنو نقول لك، باقي ما عرفناه اسبانيولي ولا مغربي ولا سوري، ما عرفناش. حنا بيدنا الان بيدو باقي ما عرفوش، راه هو بيدو دابا يكون كيتلقى العلاج عاد تشبر شي كامل، يلا جوج ساعات حتى هو هذا باش شبروه وكذا، فهمت؟ جراح ما يدو شي حاجه. واش نقول لك، حنايا كتقينا ما كندوزو من هنايا تقريبا يوميا بحق، ما كنعطيولوش انتباه على شو واجه في الطوقه الاولى، فهمتي؟ كالم كيجلسوا فيه الناس كبارين، سبعينات ثمانينات كيجلسوا فيه الناس مسنين ويهود مغاربه 100%، حالي بحالنا 150 عام وما هنايا 180 عام قدامين على هذا اللي جبروه جمع ليهم. بالنسبه للهجوم اللي هجم عليهم، واش كان بالسلاح ولا السلاح؟ لا كان بالسلاح الابيض، سلاح ابيض. وشحال مشاو ديال القتلى؟ القتلى على اللي كيقولوا الحصيله اللي قالوا الاوليه واحد. هذا المجروح كاين مجروح؟ كاين جارحة، كاين مجروح. جارحة شحال توتال؟ ثلاثة. جارحة قال لك يقدروا على اللي سمعنا حنا حتى نجي ترونا حتى هي ملي وقعت هذا عاد، قلت ثلاثة جوج. فهمت؟ هذا دائما كيوقع هنايا ولا؟ لا أول مرة. أول مرة يوقع شي هنايا، أول مرة يوقع شي سد هنا، عمره وقع شي حاجة هنا، دائما كالم. دوز ما تعرفوش تا كلوب ولا ماشي كلوب، هو ساكت ديك كلوب، تعرف أي دار. دائما كالم. ايوا تمنوا ما هادشي ما يتكررش، والسلطات تعمل الحراسه في هذه الاماكن اللي فحال هيدا، تشد الحراسه على الاماكن فحال هيدا مستهدفه، باش ما يوقعش هاد المره هادي وقعت بالسكين، المره اللي ما جات تقدر توقع بالرشاش من القرطاس ويموتوا حتى الابرياء حتى المغاربه. هاد المره هادي فاتت الحمد لله، المره اللي لا تحمدوا عقبها تكون شي انفجار شي حاجه، تنعار الامل وامل. اي والله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.